مرحبا وكيف حالكم يا اهل يثرب؟ شلونكم؟ اموركم؟ صحتكم؟ عافيتكم؟ احوالكم؟ شكو ماكو؟ اليوم الفيديو عن مشاهير حلوين رادوا يصيرون حلوين بالزايد. الرقعه ودبه، الرقعه وبوري صاروا كانهم قروده، يعني من بشر حلو وما عايزه شيء وما محتاج عمليه تجميل صار كانه قرد. انقلبوا سكيبات، صاروا كاونترات، صاروا تنكات، يعني بشر ما محتاج لا عدة تشوه ولا بوجهه شيء ولا اكو شيء يحتاج لعمليه تجميل بجسمه ولا بوجهه يسوي عمليه تجميل. ليش تخرب روحك يا اخي؟ هو حاول يلعب خلقة رب العالمين، الرقع دبه. كل هذا راح تشوفونه بالفيديو وراويكم التشوه اللي صار بوجوههم، يعني من اشكال تخبل الى اشكال تعب النفس. قبل ان نبدا الفيديو اذا ما مشترك اشترك وفعل الجرس وخلي لايك، خلي لايك قبل ان نبدا الفيديو، خلي لايك وتعال خلينا نشوف الفيديو. انا جيت فعلا ابشع عمليات تجميل. شوف بين اليسار واليمين، شوف الفرق. يا الله شوف الشكل، يعني هسه ما بي شيء. هذا اول واحد صارت شيطان، شوف التغيير اللي صار. يعني ليش؟ نيكي كوكس ممثلة أمريكية. عجيب. بس اول وحدة يعني فعلا عجيبة، يعني تشوه عنيف. جوسلين نرمة الملياردير، يا الله شوف الوجه. قلكم هاي صدق شيطان، يعني ماكو ايش تغيير. يعني معقولة هم يطلبون انه يسوون ارواحتهم هيش لو غلط لو شنو؟ جانيز دينكسون ديكنسون عرضة ازياء امريكية. شوف شلون صارت، عجيب سبحان الله. يعني واحد يلعب بخلقته هيش، هاي عادوها نفسيتها. هم زين عادوها، حتى اشوفها عادل ما انتبهت لمسها، مسويها مومياء يعني مو بشر. هاي لاعبة مسوي الف عملية تجميل مو واحدة. يو علي شلون صايرة؟ هان مي اوك مغنية كورية. اي والله يا الهي ما هذا؟ هاي شنها؟ هاي شلون صارت هيج؟ هاي شن سوي بروحه؟ شوف هاي ايش مسوي؟ لا اله الا الله. ولكم ليش؟ يعني تغيير عجيب. يعني الخشم ينقوي، العيون شنو ذول؟ يعني معقول اكو هيك شيء؟ شو الوجه يصغر، الملامح تختلف. يعني هسه عملية تجميل مثلا شيء بسيط، بس هذا الوجه كله جاي يتغير. عجيب سبحان الله، لا اله الا الله. شوف هاي القوف. نعم انها المخدرات. انتبهت وشفت للتغيير العظيم والمشمئز
والمقرف اللي صار بوجوههم. هم طبعا ذولا يستحقون واحد ينتقدهم ويستحقون واحد يحكي عليهم، لان هم ذولا اساسا ما محتاجين هذا الشيء، ما محتاجين عمليات تجميل، وسووها وصار اللي صار بيهم، والاختلاف اللي صار جذري بوجوههم والتغيير اللي صار عندهم. مثل ما اكو ذولا ناس ما مستحقة سووا عمليات تجميل، اكو ناس مستحقة سووا عمليات تجميل وسووها ونجحت، وشوف التغيير اللي صار عندهم. ذولاك صار عندهم بالعكس، لا هذول ناس محتاجين، يعني هم اساسا بحاجة لهاي عمليات تجميل وسووها، وشوف التغيير اللي صار بوجوههم. تعال خلينا نشوف الفيديو. شوف بس ركزوا لي بين قبل وبعد، يعني شيء خيالي والله، يعني هاي شغلة تستحق والله. صراحة أنا أفرح بداخلي لما أشوف يعني الناس مثلا محتاجة هيك مثلا فتشي بسيط وتسوي هذا التغيير وينجح. مثلا أكو شغلات يعني هي ربانية، أنت من تنولد أكو فد خلل مثلا يجي بجسمك أو بوجهك. شوف هذا هسه يعني الحين شمالته شلون كبير، وشلون عملية التجميل شلون مزغرينه، يعني فتشي خبل والله. يا رباه شوف التغيير عجيب. بس ركزولي على الفرق بين قبل وبعد، يعني هاي عمليات تجميل، هاي يعني شغلات تستحق واحد يسولف عنها. معقولة يعني هيك هذا تغيير؟ يعني أحسك فد مبالغة بالموضوع؟ يعني معقولة هم ذول نسيتهم؟ مستحيل. شوف 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 هذا ما عنده حلق نهائيا. انتم تجيبون لي انا اشوفه لو لا، يعني التغيير كارثي والله صراحة كارثي. الله الحبيبي. ولهنا وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله عجبكم واستمتعتوا بي وتونستوا بي. ونصيحة صغيرونة من اخوكم الصغير، اذا انت ما محتاج هاي عملية تجميل لا تسويها، يعني انت اذا شكلك مرتب وطبيعي ومقبول ما يحتاج تسوي عملية تجميل، هي بعد خلقة رب العالمين، انت تقبل شكلك واللي يحبك يحبك على هذا شكلك، يعني ما يحتاج تسوي عملية تجميل وما ادري ايش. هذني عفوهن، واللي يستحق عملية تجميل لا خليه يسويها، يعني مثلا اذا اكو تشوه بوجهه خليه يسويها، ما بيها فد اشكال. بس مو انت شكلك ما بي شيء، يعني هو اساسا انت شكلك طبيعي وما بي فد خلل، ليش تسوي عملية تجميل ليش؟ المهم قبل لا تروح لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، واني احبكم هواي. باي.